الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، أسأل الله العظيم بادئ ذي بدأ، والسلام دكتور، يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا وأن يحفظ أولادنا وأزواجنا وبناتنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولو الدنيا كلها أقرت وما أقرت وكذا، أخبرني بعض المصلين الكرام الآن بعد الصلاة، قال لي هو في كندا، وفي كندا إدارة المدارس والعهدة على أخينا الذي أخبرني الآن بعد الصلاة، قال لي إنه بيقولوا للأولاد إذا حدا من الأهالي، من أهاليكم يعني، حارب ما يسمى بين قوسين المثلية أو الشذوذ أو قالكم كذا وكذا، خبرونا. وتعرض البعض، ما بعرف أخونا أبو الوليد أنت مطلع على القارئ الغرب بشكل جيد، في هيك شيء يعني، أنه قال يسجنوا. هلأ أنا يعني لست مع الواعظ اللي بيقول للناس، أنت بالأصل يعني ما دام لك خصوصيتك ولك ترتيباتك، أنا ما بدي، أنا العتب مو على يعني المجتمعات الغير إسلامية، العتب أنا عم بحكي على اللي بيطلع لنا واحد بيقول لك في إمام مسجد كذا، وفي ما أدري مين كذا، وفي الدليل الشرعي كذا، وفي كذا. يعني أنا القهر من وين يأتي؟ من شرعنة الحرام. هلا من زمان كانوا يحكوا نكتة، لكن هذه النكتة مع عدم اتفاق معها والانسجام معها، لكن فيها شيء من الأمور التي حملت من يخرج هذه النكتة، إنه واحد ضاعت محفظته، فقال إن شاء الله ما يلاقيها، مين ما يلاقي، بس ما يلاقيها شيء هيك واحد فقيه بالدين، مشان ما يلاقي لها 100 فتوى مشان يحللها ويأخذها. ليش؟ مشان إنه أخي فيها قولان وفيها كذا. فالمشكلة إنه يعني حكيت لكم أنا تعمدت ألا أذكر الأدلة على حرمة الشذوذ والفاحشة، يعني هذا موضوع أصلاً يعني واضح، ما يعني ضياع وقت. معقول أنا بدي أشرح لكم والله كذا كذا، هذا. لكن الإشكالية وين؟ الإشكالية لما صرنا في زمن صار الواحد يخجل يقول إنه هذا منافي للفطرة، أنسى الحلال والحرام، مع أنه الأصل هو الحلال والحرام، يعني شيء. لكن هذه جهة. الجهة المقابلة أنا ضد كمان التطرف في معالجة الأمر، هو فضح الناس ومعايرتهم لا، بالعكس، تعامل بلطف بحب كذا، استمع إليه، شو المشكلة، ليش صار معه هيك، شو سبب هذه القضايا، منها ما هو مكتسب نتيجة مجتمع مغلق. هلا تجدون هذه القضايا كنا نقرأها ونحن صغار، يعني إنه في المجتمعات المغلقة كالسجون والعنابر والمستشفيات، يعني عادة ما تخرج حالات شاذة وعلى استحياء نتيجة الانغلاق، نقول هذه علاجة كذا وكذا. طيب في قضايا بيقول لك لا أخي، هذا هو طبيعته هيك، خلق هكذا. كمان إلى حديث ثاني، بس ما نجعل بسبب هالحالات اللي هي خلاف الفطرة نجعلها الأساس. ومثل ما عم يخبرني هلأ بعض المصلين أنه بيعلقوا أعلام ونشارات وأنتم كرامة، وأنا أعني كلمة وأنتم كرامة أنه والله بيعلقوها على المؤسسات وعلى البنوك وعلى الوزارات وعلى كذا. وهلأ خبرني واحد والعهدة عليه أنه بكندا صار يحطوها على العلم، فيه هيك شيء، مين له علاقة بكندا ما بعرف، أنه صار يعلقوها. طيب لو الدنيا هلا كلها تطالعت قرار انه هذا يجوز، يعني معقول واحد يعني ما بعرف والله، يعني ما كنت اتوقع ان يجي يوم من الايام يقول لك والله واحد كتب كتابه على واحد، انا ما بعرف، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني
لا حول ولا قوة إلا بالله. الشذوذ تحول من ميل فطري ومعصية فردية عند المؤمنين، غير المؤمنين مو معصية، إلى قضية عالمية لها منظمات تدافع عنها وقوانين تحميها، هي الكارثة. والنتيجة أن البشرية انتقلت من الزنا وأنتم كرامة إلى الإباحية المعلنة، إلى الشذوذ الجنسي، وستنتقل لا قدر الله في المستقبل إلى انحرافات جنسية لا نعلمها ولا يمكن أن نتخيلها. والمشكلة التي نحن بصددها هو إضفاء الشرعية على هذه القاذورات. لما بيجي ابنك بيقول لك بابا، طب مو يعني الإسلام احترام الحرية الشخصية؟ طيب حبيبي، الله الإسلام احترام، طيب هو اختياره هيك أو هيك، هو هيك ما دخله. جاءني مرة أحد الناس بعد الدرس قال لي أنا يعني والله بخجل أحكي القصة، أنه عم يحكي أنه هو بس استمع إلى الخطبة، وكان كنت عم بحكي في مجال عن الحرية وكذا، فقال لي هو يعني أنه عنده ترتيب معين أنه ما بيميل إلى النساء، وعم يحكي مسكين وخجلان وكاتب ليها بقلم رصاص وكذا. قلت له طيب شو المشكلة؟ هذا مرض يعالج وكذا وبسيطة. يعني أنا لاحظوا لطفي وتعاملي الشرعي مع هذا الإنسان ما معناته أنه أنا قلت له أنه حلال، ولا قلت له صحتين وحط العلم تبعك واطلع وروح يتجوز أخوك بابا جارك، لا. يعني للأسف شعرة كتير مهمة أنه في فرق بين أني أنا أكون مهذب بالدعوة إلى الله بأي شيء إن كان هذا أو غيره، ولا يعني لطفي في الدعوة إلى الشيء أو النهي عن شيء أنه أنا عم أقره. لأنه شو في ناس يعني بفوت هالفوتة يدعو إلى الله، شو يدعو إلى الله؟ أعوذ بالله. فهذه بدي أنا بشكل سريع أعلق على بعض القضايا لعلاج هذه المسألة. يعني أول شيء مشان نطلع بفائدة من الحوار، أول شيء عندنا أمران. الأمر الأول حكم هذا الأمر حكمه ما في داعي أن نناقشه، لأنه هذا معروف أنه يعني مرفوض عرفا، بس عرفا هلأ إذا ظلوا ورانا هدول على شيء 5 سنين ثانيات إذا مو أقل، بيطلع لك بكرة بصير لهم وزارات وبيصير لهم قصاص وبصير كذا وما بصير تحترمون. أخي أنا أحترمه كشخص، أما الفعل أنا قال شوف القرآن ما أجمله، والله القرآن رائع. القرآن الآية نفسها اللي ذكرت لكم إياها على المنبر، شو قال سيدنا لوط؟ ماذا قال سيدنا لوط في القرآن الكريم لما خاطب قومه؟ قال إني لعملكم من القالين، ما قال إني لكم من القالين. شوفوا الأجمل، والله القرآن رائع. قال إني لعملكم، يعني الداعي هو جاي يحارب العمل السيء. هيك سيدنا محمد جاء ليقتل الكفرة صلى الله عليه وسلم عند الكافرين والحسد عند الحاسدين يعني كل وأنتم كرام المنظومة الأخلاقية المرذولة، ما جاء مشان يحارب الأشخاص. قال إني لعملكم من القالين. قالوا لئن لن تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، يعني بمعنى أنه نحن عم نناقش العمل. ليش؟ مشان الناس ما بحب قول كلمة أولادنا، لأن كل الأولاد أولادي، كل الناس أهلي، مشان الناس ما يجي يوم الأيام يطلع يفكر أنه هذا الصح، أنه والله فلان جوز فلان وفلان كذا، وبيفتخروا يعني أنه أخي شو بدك فيه أنت؟ ليش هيك أنت كتير بلدي ياي؟ وأنا واحد قال لي الناس وصلت لهذا وأنتوا ساعتكم عم تحكوا واحد بده يتشطف. قلت له يطلع الأمر هو نظيف، شو المشكلة؟ يعني ضروري يطلعوا فوق يعني ريحته طالعة. يعني ما شو علاقة التقدم التقني بمحاربة الفطرة الإنسانية؟ هذه كتير مهمة. طيب اللهم صل على سيدنا رسول الله. طبعا يعني أنا ما بدي أحكي واختلف الفقهاء في حكم كذا، هذا أصلا يعني بعتبره أنه يعني الحديث فيه نوع من الترف الفكري، لأنه مثل ما حكينا توضيح الواضحات من المعضلات. طيب أولا إذا أردنا أن نكون في يعني حصن حصين، أن نتابع أنشطة أولادنا وأهلينا بحب واحترام دون تجسس وتربص. يعني حبيبي شو خليك مع ابنك، خليه رفيقك، خليكي مع بنتك، وحتى انت مع بنتك ايه حبيبتي الله يرضى عليك شو الاخبار؟ والله اليوم كذا، والله شفت شغلي بابا هيك، شو هي؟ صحيح هذول لازم ما نحارب؟ لا بالعكس، هذول اولادنا وابنائنا. مين هذول؟ هذول اولادنا وابنائنا واخواننا، لكن فهموا
طريقة غلط. ما دخل الإسلام أنا هذا الموضوع باتفاق الشرائع السماوية كلها، أنا ما عم بحكي كإمام مسجد حتى واعظ وراعي الكنيسة أو الكنيس أو أي شريعة سماوية، ما بعرف أرضية هلا لأنه صار يطلعون شغلات جديدة، خلينا بالسماوية. أي شريعة سماوية تعلم أنه الزنا حرام وأن محاربة الفطرة حرام، وأن بقطع النظر يعني شو العقوبات وكذا، أنا بدي هون فقط بهالزمن أنه مثل ما هن عم يحشدوا الأدلة وجيش الإعلام أنه نحكي بمجالسنا وبمساجدنا وبما نابرنا ومنائرنا أنه هذا الأمر حرام حرام، وأنه بين قذارته دون أنه نهاجم الناس، نهاجم الفعل دون أنه نهاجم الناس، مو مشان خايفين وفلان متنمر فلان كذا وفلان رجعي، خلي يقولوا رجع للصبح. أصلا بفتخر أنا أتشرف أنه يقولوا عني هذا الكلام، ولا يقولوا عني ولا شو بسام بالشام شو بسام، والله بخجل أحكي الكلمة، يعني ناس شي بيخجل، ما بعرف. مرة واحد قال لي يعني أنت بالنسبة لك بيخجل، بس لغيرك الأمر عادي، قضية شخصية، يعني هي مسألة شخصية، أنت ليش الموضوع شافه كبير؟ إنه شو بيقولوا حبيبنا إنه بيج ديل، ما بعرف ديل ومل، ما قلت له لا والله بيج ديل كتير، والله موضوع كتير كبير، شغلة كبيرة، يعني لما واحد بيوصل بيقول لك الموضوع عادي يا يعني. لا المشكلة إنه واحد بعت لي إنه إمام مسجد هيك، قلت له بئس الإمامين، قال هذا إمام تبعهم يعني الشلة، شو هذا مو إمام، لكل محمد إقبال الله يرحمه بيقول لي كل جماعة منا إمامه لكن الجميع بلا إمامي، الله يرحمنا. أولا متابعة أنشطة الأولاد دون تجسس ولا تربص لكن برفق ومحبة من خلال الألعاب وتطبيقات الهواتف والأقلام أفلام الكرتونية والمسلسلات والأفلام السينمائية والمواد الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بحب واحترام ومناقشة الأمر. يعني هلا ما بعرف قبل تقريبا شهر أنه تبع ديزني أعلنت أنه ما شاء الله بدها ترتيبات وقصص وكذا، يعني هذا موضوع دخل لبيوتنا ولأولادنا، شو الحل؟ نسبهم ولا لا؟ أنا عجبني أحد المصريين الله يوفقه ويزيد خير قرر يساوي أحسابه الشخصي رغم ضعف الإمكانيات المادية مسلسل كرتوني يرد فيه، مو يرد، يبين الفطرة بأسلوب كرتوني، يعني أنا أقابل الكلمة بماذا؟ مو بلكمة، بكلمة، أقابل الكلمة بكلمة، هكذا سيدنا رسول الله كان يفعل، وجادلهم بالتي هي أحسن بحب بوداد. أما إذا بدي أقعد أنا أبكي على الأطلال هذه مشكلة لأنه ما حد عم ينتظر. طيب ثانيا قال أن تنمي فيهم المهارات الشخصية وأن ترفع ثقتهم بأنفسهم وتقديم القدوة الصالحة لهم. يعني أنا ابني عمره 4 سنين هلا، هذا آخر العنقود، هذيك برأي لي بابا نحن ليش مو ريتش؟ ليش شو قلت له شو هي ريتش؟ قال لي قام بانجيني لامبرجيني، بنتي بتحكي انجليزي عم تشرح لي، عم تقول لي هذا 4 سنين، قلت له هلا انت هلا مخهم وين مرتبط باللامبرجيني وبالريتش وما ادري مين، بكره بجيب لي فلان بابا هذا بجيب لي علم على البيت، فهذا موضوع بدك انت تعامله بحب انه بابا ليه الله يرضى عليه كذا هيك، صرت احكي له انا يعني لبنتي مشان تترجم له انه بابا الموضوع مو هيك، الريتش الحقيقي كذا وهيك وهيك، يعني في مفاهيم بتتغير عند اولادنا، انت بيكون يعني وانا منهم انا مشغول مثلا بالمسجد بالناس بكذا، فما بيخطر ببالي انه ابنك مين عم يعلمه؟ عم يعلمه هذا والتلفزيون والمواقع والفيسبوك والانستغرام والكذا، شيء انا لا انتقد الان هنا، يعني هذا مثل واحد عم يقول لك نحن هذه امور واضحه، لكن اشكاليه كيف تعالجها؟ انك تعاملها ما تلعنها، وانما انت شو الحل اللي عندك؟ اعطيني الحل. هلا الخطبه مدتها 10 دقائق، الخطيب شو بده يحكي؟ شو بده يعالج؟ شو بده كذا؟ يعني كل هالخطبه كلها بيطلع لك واحد يقول لك والله خلي لا حول ولا قوه الا بالله، ما بعرف شو بدي احكي. طيب صلى الله على سيدنا محمد. كم وحده صاروا ابو الوليد؟ 2، تنميه المهارات ومتابعه الانشطه. اللهم صل على سيدنا رسول الله. ثالثا تشجيع الشباب على ما يقدمونه من أعمال إيجابية ولو كانت بسيطة من وجهة نظر الآباء، ومنحهم مساحة لتقديم الذات وتعزيز القدرة. يعني مثلا أحيانا كيف لا قدر الله الولد بيصير عنده هالقصص أو هذا،
دائما مثلا حكى كلمة سكوت، حكى بدري وشرح صدري، كسر له مجاديفه، يعني هيك ما عنده ثقة بنفسه. أي شيء كذا، بابا شوف شو رسمت، إيه باي خربط من كلك خرابيش وشخبيط وكذا، أنت مفروض اللي رائعة ممتازة وسلمت يداك، وتقعد هيك من كل عقلك وتسمع القصة وتعطيه. ليش؟ قال حتى لا يرحل بمشاعره خارج البيت، بيجي هدول له كذا، جرب هي، شفت الترتيبات، شوف كذا. يعني ما بدي أحكي تفاصيل لأنه في أشياء ما بتخطر ببالك. مرة أحد الكرام قال لي، أنا هو يعني عم يتابع في البيت، حاطت برنامج تجسس، عم يشوف الترتيبات، قال لي أنه رأى ولده بيه، قال لي أنه مسكت أعصابي وكذا، أنه ما حكيت بس حكيت لأمه وكذا. قلت له أنت مخطئ، المفروض ولا سمعت ولا رأيت ولا شيء ولا موضوع مهم، بس المهم أنك أنت قدم له البديل. شو البديل؟ يعني أنت بدل ما أنت مثل الشاب، كان يجوم الشاب يصير عمره 30 سنة بيروح لعند الشيخ بيقول له هذه حرام وهذه حرام وهذه حرام وهذه، طب زوجنا شيخنا، لا حرام، طب يعني بالشام شو بيقولوا؟ صحيح لا تقسم، ومقسوم لا تأكل، وكل حتى تشبع، مظبوط. يعني دائما الدين منطقي. سيدنا رسول الله لما ناقش هذه المسألة قال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بصوم فإنه له وجاء. الباء هون بالمناسبة مو هي القدرة الجسدية، القدرة المادية، بالدليل لأنه النبي شو قال بالحديث نفسه، شو بعده شو قال له؟ قال فعليه بالصوم، يعني هو عنده شهوة، فالنبي قال له صوم شان تخفف الترتيبات. لو ما عنده قدرة جسدية، لكن حديثنا عن القدرة المادية، لأنه الزواج هو مسؤولية، تمام، تحمل مسؤولية وليس علاقة فقط جسدية. طيب، اللهم صل على سيدنا رسول الله. رابعا، أن نبين أن هذا الأمر مستقذر من جميع الجهات، ولو كان ثلة من الناس تريد أن تؤصل له من خلال إشهاره وأعلانه. يعني هلأ سيدنا رسول الله شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، شغلة بتخجل منها، والبر ما اطمأنت إليه النفس. فلما يستطيع أن يقلب الصورة بحيث أنه يصير الواحد يفتخر بالحرام ويفتخر بالمعصية وبالفحشة اللي كان يستتر منها، فهون وصل، هذا أكبر انتصار، أكبر انتصار. أنه لأنه بصير هو مسكين عنده بالتراكم المعرفي أنه هو مو عامل غلط، عادي أنت ساتك بدفترك العتيق. هذه مسألة. الأمر حقيقة لازم المسجد يكون له دور. أنتوا الله يرضى عليكم، بكل واحد منكم في ثغر بعمله، علاقاته، بسهرة قهوة، فنجان قهوة مع صديقه، مع كذا، مع أولاده، مع أصحابه، ومواقع التواصل الاجتماعي، كل هالأمور كل واحد منكم قادر أنه يرد عن. أنا ما بدنا نسب حدا، نحن نناقش الفعل، نناقش الفعل. الدليل قال إني لعملكم من القالين. شو قال؟ شو معنات قال؟ قال باللغة العربية هجر، ما ودعك ربك وما قلى، يعني تركك، الترك. إني لعملكم تارك، هاجر، ما بدي، قليته، تركته، هجرته. فنحن بدنا أنه هذا العمل نتركه. وحتى لو شفنا دول أعلنت وصارت وفلان ما بعرف مين تزوج، واحد أحلى شيء بالأخبار أنه يعني أكبر دولة وأعظم دولة في العالم، أنه أحد ما بعرف مين الوزراء فيها ما بعرف مين لابس تنورة وما بعرف إيش، وهذا جوز فلان وحط اللي وقصد. إيش يعني خير؟ شو دخلني؟ إن شاء الله كل الدنيا. هلأ لو دخل علينا شخص لا قدر الله وأعلن بشكل واضح أنه العلاقة بين الرجل والمرأة، ما عم نحكي على الشذوذ الجنسي، أنه ما دام بالتراضي صحتين، شو المشكلة؟ أخي راضي، يعني أنت شو دخلك؟ أنا ما دخلني أكيد، إن كانوا متراضين أو مختلفين أنا ما لي علاقة، أنا بدي ناقش الفعل. إن كان بالتراضي فهو حرام وارتكبوا محرما إذا ما في صيغة شرعية، وإذا كان عدم الاختلاف كمان أنا بيهمني وصف الفعل. القرآن شو قال عنه؟ حرام، فهو حرام. لو الإنسان تواطؤوا، يعني أنا المشكلة لو بدي أقرأ لكم مثلا، ولما جاءت رسولنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. هلا شو معنى الآية؟ شو معنى هؤلاء بناتي؟ هناك قولان للمفسرين في هذه الآية. القول الأول أن المقصود ببناتي أنه روح تزوجوا من القوم لأنه النبي هو أب للقوم. القول الثاني أنه أنا بزوجكم عندي بنات بتزوجوا هن أطهر لكم، هذول أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. ثم قال تعالى أليس منكم رجل رشيد؟ فقال المفسرون الرشد الحقيقي أن تكون مع الفطرة، أن تكون أنت مع الفطرة، لأنه يعني وصفهم بالرشد أنه الذي يكون مع الفطرة. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أنت عارف أنه ما لنا مصلحة وإنك لتعلم ما نريد. فهو سيدنا لوط يعني ما تحمل، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يا ريت عندي شيء امنعكم. فالله قال له، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، طبعا زوجة سيدنا لوط، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي بعيد من هون من الظالمين ببعيد. ما يعنيني، ما بهمني كتير شو ساوت زوجة سيدنا لوط أنه دلتهم على الضيفان، ما هذا الموضوع بالقصص القرآني، الفكرة من القصص القرآني العبرة وليست حرفية القصة. أنا شو بهمني إذ قال لفتاه شو اسمه الفتى، شو ما بهمني شو اسم شو نوع العصاية الخشب تبع سيدنا موسى، شوح ولا بلوط ولا زن، شو بهمني، ما موضوع ما يعنيني. يعنيني الفكرة أنه نحن هذه القاذورات ينبغي أن نردها بكل مكان بحب باحترام بعلم بدون تشنج، وإذا واحد مسكين مبتلى تحاول أنك أنت تشوف الموضوع بأسلوب لطيف، وما ما تقول له انت شمسه مع انت المشي معك شمسه تشمسنا حل من هون بعد، لا 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 اهلا وسهلا، بس مو يعني اهلا وسهلا مو معناته يعني فهمانين علي، لا اهلا وسهلا بمعنى انه خليني اسمعك، خليني نشوف شو وجهه نظرك كذا، نعالجه كذا الى اخره. لانه اما اهلا وسهلا شو الناس بتفكر انه اهلا وسهلا يعني اقر حراما، ما بعرف شو بدي احكي الموضوع، والله في كلام بخجل احكي يعني. مشان هيك وصيتي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أنه كل واحد منا الله يرضى عليكم بمكانه، خاصة هالموجة اللي عم تزيد أكثر، وما مو ما خفي أعظم، القادم أعظم، لكن إن شاء الله تعالى والحق أحق أن يتبع، مظبوط يعني مهما عربد الباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. في آية ثانية كذلك يضرب الله الحق والباطل. فإن شاء الله تعالى الله يحفظ أولادنا وبناتنا وأزواجنا ويلهمنا الرشد ويجنبنا الزلل، وأن يحفظ جميع البشرية من هذه القاذورات، وأن يعيد البشرية كلها إلى فطرة الله عز وجل. اللهم استرنا بسترك الجميل وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.